من نجم سهيل في السماء، من حضارة عمرها آلاف السنين، من حمير وسبأ ومعين وذريدان، من السدود والحصون ومن ناطحات السحاب الأولى في العالم، من مناجم الذهب والفضة والعقيق اليماني والفريد والأصيل والبخور والعطور وتجارة اللبان والحرير، من السواقي والأشجار الباسقة، من المدرجات الزراعية التي حولها اليمني إلى لوحة فاتنة على الجبال تضحك لعيون الشمس وتودع النهار عند الأصيل، من التفاصيل الحضارية لليمن السعيد. نقدم لكم هذه الخواطر القصيرة عن اليمن أصل الحكاية، نتلمس فيها بصمات الروح اليمنية والإضافة اليمنية، نحاول فتح الخيال الشعبي نحو الذات اليمنية الحضارية كما صورها أحد الشعراء الشعبيين حينما قال: تحضرنا وعاد الفكر محدود، كتبنا بالحجر قبل القواميس. في هذا المفتتح نتحدث عن حكاية السدود في اليمن ومعجز سد مارب كأحد تجليات العبقرية اليمنية. وقد يتساءل أحد المشاهدين: لماذا البداية بالسدود؟ والإجابة هي أن السدود كانت الأساس الأول الذي قام عليه الاقتصاد الزراعي للحضارة اليمنية. السدود والصهاريج في اليمن، حيث بدأ في مارب الري قبل الألف الثالث للميلاد، بدأ في وادي مرخة ويعود الري إلى الألف الرابع للميلاد بحسب النصوص التاريخية. في حضرموت أيضا مارس السكان الري البدائي من خلال عصر البرونز، وقد ترتب على ذلك ظهور الجماعة الزراعية الحقيقية أعالي الأودية كما دلت عليها المكتشفات الأثرية. كذلك في لحج هنالك مكتشفات أثرية دلت على استخدام الري خلال الألف الثاني قبل الميلاد. سد مارب هو عنوان الحضارة اليمنية وعبقرية اليمنيين في مواجهة قسوة الطبيعة والمتمثلة في انعدام مصادر المياه الدائمة، شحة الأمطار الموسمية، كذلك التضاريس الوعية، التربة الغير الصالح للزراعة التي تم توزيعها في المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية والصحراوية. جاءت فكرة السدود من أجل استصلاح هذه الأراضي، حالتها إلى أراضي تنتشر فيها المزروعات. طبعا من هذا المنطلق اتجه اليمنيون نحو بناء السدود وإقامة المدرجات الزراعية. كان بناء السدود وتوابعها وما أشتق عليها من صهاريج، من برك، أحواض، كل ما نوصله بعملية روع الأرض. بناء السدود في التاريخ اليمني كان من أجل مواجهة الأضرار التي كانت تلحق الأذى بعض المناطق اليمنية جراء تدفق السيول والفيضانات. جاءت فكرة أنه كيف يتم التخفيف من خطرها والحلول بينها وبين إلحاق الأضرار بالأرض والإنسان، بالإضافة إلى أهمية السدود أيضا في تجميع وحفظ الماء للاستهلاك الإنساني والحيواني، تلطيف الأجواء للمناطق في تبخر المياه من تلك السدود، توفير أيضا مصادر للمياه في المناطق التي تعاني من شحة المياه في المرتفعات خصوصا على وجه التحديد، لأن في المرتفعات ما فيش مثلا أنهار، ما فيش ينابيع، ما فيش مثلا مصادر مياه، وذات إن كانت البنية التحتية ضعيفة لم يتم توصيل مياه مشاريع ذرية. نماذج من ذلك سد شاحت الواقع شرقي صنعاء وسد ريدان الواقع في الغرب منها. فيما يتعلق بسد مارب يقدم نموذج للحضارة اليمنية والعربية القديمة التي ظهرت في عصور ما قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية، وهو بمثابة معجزة هندسية تدل على عبقرية الإنسان اليمني وحكمته في إدارة مياه الأمطار الموسمية والاحتفاظ بها لاستخدامها في وقت الحاجة وأوقات الشدة أيضا. فيما يتعلق بتاريخ بناء السد، في هنالك عديد من الدراسات التاريخية، هنالك من يقول أن السد بني في عهد المملكة السبائية وأمر ببناء الملك نوح كما تفيد المصادر التاريخية وبعض النقوش. طبعا المملكة السبائية مملكة يمنية ظهرت في الفترة بين القرن العاشر والتاسع قبل الميلاد، أما تاريخ بناء السد يعود إلى بداية الألفية الأولى قبل الميلاد كما هي الآثار المكتشفة والدراسة التاريخية، تشير إلى أن السبائيين حاولوا حفر المياه والاستفادة منها وبالذات مياه الأمطار منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. وهذا يدل على أن سد مارب ليس هو السد الوحيد الذي بناه اليمنيون في عصر المملكة السبائية. الدكتور عبد الله الكميم في كتابه يشير إلى أن في تاريخ اليمن يشير إلى أن قوم عاد هو الذي نالوا شرف السبق في بناء السدود، واستمرت التجربة وعمارة اليمن بعد قوم عاد آلاف السنين إلى أن ازدهرت التجربة في عهد المملكة السبائية. اليمنيون القدامى سخروا فكرة هندسة بناء السدود وقاموا بتشييد سد مارب بإمكانياتهم الطبيعية وتفننوا فيما يتعلق بالجيولوجيا الملائمة، استفادوا من الخبرات السابقة لهم في مجال تشييد السدود، اتخذوا مكان جغرافي جميل جدا وهو مضيق جبلي ملائم يتيح شق مخارج جانبية واسعة عبر الصخور. فيما يتعلق بالوادي الذي أقيم فيه السد كان وادي أذنة، وهو بين سلسلة جبلية اللي هي جبلي البلق الشمالي
والبلق الأوسط. وادي أذنة هو أعظم أودية اليمن. جبال البلق سلسلة من الجبال تؤلف الحاجز الأخير للمرتفعات الشرقية قبل أن تلتقي في الصحراء. في معلومات السد، طبعا يبلغ ارتفاع السد بحسب المرجعيات التاريخية القديمة أنه 18 متر و700 فيما يتعلق بالطول. فيما يتعلق بالنسبة لكم يروي هذا السد، قديما قيل أنه كان يروي 10,000 هكتار من الأراضي الزراعية. فيما يتعلق بحيرة السد قديما يقال أنها بلغت 8 كيلو متر مربع، سعتها الإجمالي حوالي 55 مليون متر مكعب. الآن يقال أن مساحة السد بحسب المرجعيات العلمية حوالي 30 مليون فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية، 30 مليون متر مكعب يسع من الماء هذا النسبة. فيما يتعلق بالأراضي الزراعية التي يرويها، تقول المراجع العلمية أنه يروي 16,000 هكتار من الأراضي الزراعية. بني السد في الجهة التي تسيل منها السيول، وهذه عبقرية اليمن في اختيار المكان. طبعا السيول تأتي من السلسلة الجبلية نحو الصحراء، تم وضع هندسة جميلة جدا ورائعة، وكما زود السد بثقوب وأبواب تسمح أكبر قدر ممكن من التحكم بتوجيه المياه عقب استقرارها في الحوض. طبعا فيما يتعلق بحجار السد، تم قطعها من صخور الجبال، نحتت بدقة، وضعت بعضها فوق بعض، استخدم الجبس ربط الحجارة المنحوتة ببعضها البعض، استخدمت قضبان اسطوانية من النحاس والرصاص. يبلغ طول الواحدة منها بحسب المرجعيات 16 متر، قطرها حوالي 4 سنتيمترات. توضع في ثقوب الحجارة بشكل هندسي دقيق جدا وجميل، فيصبح المسمار من حجر إلى حجر، يتم دمجها بحيث تصبح صخور متطابقة لأسباب كثيرة. أول حاجة تتمكن من الثبات أمام خطر الزلازل، الثبات أمام خطر السيول العنيفة، وهذه طبعا جزء من عبقرية اليمني فيما يتعلق بهندسة حجار السد وتحويلها إلى ما يشبه الكتل الإسمنتية التي ظهرت في العصر الحديث. وهنا يتساءل المشاهد من أين سيحصل على الكتب المتعلقة بالخواطر الحضارية لهذه الحلقة. الكتب والمراجع المقترحة للتوسع في هذا الموضوع كتاب الدكتور يوسف محمد عبد الله الموسوعة اليمنية، كتاب الدكتور عبد الله الكميل هذا هو اليمن، مدونة الإعلامي الجميل عبد الحكيم محمود. تعالوا نتابع كيف حضرت السدود في الأغنية اليمنية. الأغنية اليمنية طبعا كانت تعبير خالص عن الروح اليمنية، في كلمات جميلة جدا لعبد الله عبد الوهاب نعمان وأغنية لأي طارش، أغنية من وجهة نظري أنها ذهبية. يقول مطلعها: شن المطر يا سحابة فوق خضر الحقول، قولي المارب متى سده يضم السدود، قولي المارب متى سده يضم السيول، يا بلاد السدود بالتعاون يسود فوق هام الوجود. سأودعكم على طريقة التحية الحميرية في الحضارة القديمة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على ملك الحمير. وآب يهدي لأرض الجنتين السبور، والبيض تقطف زهور الورد، زهور الورد بين الطلول. سحابة فوق خضر الحقول، قولي لمارب متى سده يضم السيول، شني المطر يا سحابة فوق خضر الحقول، قولي لمارب متى سده يضم السيول. وأبي يهدي لأرض الجنتين السبور، والبيض تقطف زهور الورد بين الطلول، والبيض تقطف زهور الورد بين الطلول. سحابة
سحابة فوق وديننا جن المطر يا سحابة فوق وديننا وروي تراب السعيدة لقلي أجيالنا وروي تراب السعيدة لقلي أجيالنا شدي عروق السواعد حولي أتلامنا وصغي معانا في موسيقى نشيد الحقول.